دلوقتي تعالوا نستعرض مع بعض أحوال المرور في مناطق مختلفة من مصر. طبعاً كالعادة بنبدأ من محافظة القاهرة. هنروح لشارع صلاح سالم اللي بيشهد في الوقت الحالي كثافات متقطعة على امتداد الطريق لحد ما نوصل لتقاطع كوبري أكتوبر. هناك هنلاقي كثافات مرورية. بعد تقاطع الكوبري هنلاقي الكثافات بدأت تقل بشكل تدريجي ولكنها ما اختفتش ولسه مكملها لحد مستشفى العباسية. تبدأ الكثافات دي تختفي عند محطة مترو الاستاد. هنروح شارع الموسكي اللي فيه سيولة مرورية في الوقت الحالي ولكن من المتوقع أنه يشهد كثافات مرورية كبيرة خلال الساعات القادمة. في شارع رمسيس في اتجاه العباسية الشارع في الوقت الحالي بيشهد كثافات مرورية متقطعة على فترات. الكثافات بتبدأ بداية من ميدان رمسيس وصولا للعباسية لحد شارع الخليفة المأمون في مصر الجديدة. من القاهرة تعالوا مع بعض نروح محافظة الجيزة. شارع الهرم من بداية المستشفى في كثافات مرورية متقطعة ومكملة لحد الجيزة، ولو طلعنا كوبري الروضة هنلاقي برضو في كثافات مرورية عالية مكملة لحد نفق الملك الصالح. على الشارع الموازي للهرم تعالوا نشوف كده شارع فيصل في الوقت الحالي بيشهد كثافات نسبية بتبدأ من آخر شارع فيصل ووصل لحد الطوابق. عند الطوابق هنلاقي كثافات مرورية كبيرة بس بتبدأ تقل عند محطة التعاون، لكن بداية شارع فيصل بيشهد بعض الكثافات. نروح مع بعض الإسماعيلية هنلاقي إن الطريق رقم 6 اللي بيوصلنا لطريق أحمد أبو زيد بيشهد كثافات مرورية نسبية في الوقت الحالي وهتفضل مكملة لغاية شارع الطيار إسلام عبد اللطيف. هناك هنلاقي برضو كثافات نسبية غير مؤثرة إطلاقاً على حركة السيارات. لو كملنا شارع الجامعة هنلاقي فيه سيولة مرورية كبيرة واصلة ومكملة لحد طريق الإسماعيلية. في محافظة سوهاج اللي هنبدأ فيها من محطة قطار سوهاج الطريق هناك بيشهد كثافات نسبية. هنمشي كمان هنلاقي إن طريق عبد المنعم رياض اللي بيربط عدة طرق رئيسية فيه سيولة مرورية. كمان في بعض الكثافات المرورية أعلى نهر النيل، وكمان الطريق المؤدي للجامعة فيه أيضا كثافات نسبية وفي كثافات مرورية بسيطة بتزيد مع ساعات الذروة الصباحية عند المستشفى العام ومجمع المحاكم وشارع التحرير.